OFM 106.6 106.6 اسمع وشوف الحياة. المشاعر السايبة بتعلم السرقة، ما بسلم على السايب. الجدعنة الزايدة والأصل الطيب والعطاء اللامتناهي بيعلم استغلالك. لما تدي في أي وقت ومن غير ما تاخد أي مقابل بيعلم استحلال حقك. أي حاجة بتتعامل ببلاش بيبقى في الآخر ما لها ثمن وما لها قيمة وما عندها برضو أي تقدير. كل حاجة عملتها أكثر من مرة وما خطيت حدود حتخليهم يستكتروا عليك حقك وحتديهم فرص كثيرة عشان يستنزفوك. لما تبدي راحتهم على راحتك ومشاعرهم على مشاعرك وأولوياتهم على أولوياتك حيشوفوا مع مرور الزمن أن ده واجبك، ده ما كان بخلق منك. والحاجة اللي كانوا بيخجلوا لما تديها لهم بعد فترة حيتعاملوا معاك بأنها هي حاجة غصبا عليك وفرض. لو على القروش أي حاجة بتتعوض، في حاجات أهم وأقيم وردها صعب، وكونك ترجع تتوازن تاني من أول وجديد بعد ما أنت تفقدها بتكون صعبة جدا، لأنه هي عبارة عن طاقات، عبارة عن مشاعر، عبارة عن أحلام، عبارة عن تفكير، عن اهتمام وصبر كثير شديد تقعد تعيشه. والأسوأ من ده كله أنه قاعد تتسرق لحظات من عمرك، لحظات أنت مفروض تعيشها. خلاص القول، أنت محتاج تكون متزن في أي حاجة في حياتك عشان تمشي صح لغاية ما نتلاقى تاني. 106.6 106.6 اسمع وشوف الحياة.